السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم. في هذا الفيديو اليوم سنطرح عليكم طريقة تطعيم التين بطريقة الإنجليزية على بركة الله، مع العلم أن هذه العملية صالحة في شهر في أواخر شهر فيفريه وأيضا في شهر مارس وشهر أفريل، هذا هو الوقت الأنسب لهذه العملية على بركة الله. هذا حامل طعم من نوعية الذكار لو كابريفيغويي، حضرت له هذا النوع من تين الأصفر، نوعية جيدة على بركة الله. تركت له برعومين، أنا أقوم بعملية القص هكذا على حامل الطعم، طريقة جد سهلة، ونفس الشيء بالنسبة للقلم، يجب أن يكون هناك تناسب بينهم. ولو على جهة واحدة، لأن هذا القلم الطعم أصغر قليلا من حامل الطعم، لذلك يجب مراعاة تلاقي مادة الكمبيوم كما تشاهدون للقلم وحامل الطعم. مباشرة نذهب إلى عملية الربط بهذا الشريط اللاصق الخاص للتطعيم من الأسفل إلى الأعلى كما تشاهدون. هكذا ربط جيد شرط أساسي لإنجاح العملية، وأيضا هذا هو موعد هذه العملية. نحن اليوم في 6 مارس، جو معتدل، لا تنسوا دائما الربط الجيد لإنجاح العملية. ونقوم أيضا بالتغطية أحيانا على هذه الكيفية للمحافظة على العملية من ظروف الخارجية لإعطاء نسبة نجاح كبيرة للعملية. كما قلت لكم، لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.